جميل أن نلتحق بدورات فقه تغسيل الموتى، وجميل أيضاً أن نعرف كيف نسترهم ونحن نواريهم إلى قبورهم. ما أجمل هذا وربي، لأن هذا موجب للجنة وموجب من موجبات الجنة. واسمح لي أن أقول إنه موجب يسير، وأعرف من عباد الله وبعض المؤمنات من هم في غنى ومع ذلك أتوا إلى بعض مغاسل الموتى يجدولون أنفسهم، أنا لي أن أغسل كل أسبوع، وهذا يقول أريد في كل يومين اليوم الثالث أن أغسل الموتى، ويتنافسون. لا تلوموهم، إنها الجنة، يا باغي الجنة ويا خاطب حور الجنة، يا من يريد ثياباً لا كثيابه إنما يريدها من السندس، يريد جمالاً في حلله من الاستبرق، يريد مغفرة لا مرة ولا مرتين بل يريد 40 مرة، يريد أن يدخل الجنة لستره للمسلمين بالأكفان ولغسله لهم وهم يذهبون إلى الرحمن، فبغسلهم يغفر له وبتكفينهم يلبس الحلل. يا رب اغفر لموتى المسلمين ولا تحرمنا الجنة يا أرحم الراحمين.